بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم بكل خير وعافية. نسأل الله أن يتقبل الطاعات والعبادات في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان العظيم. نرحب بكم في برنامج استفتاءات الذي يتناول فيه المسائل الفقهية والشرعية والإجابة عنها. لإرسال أسئلتكم واستفساراتكم هنالك رقم ظاهر في أسفل الشاشة، رقم الواتساب، وعلما أن هذا البرنامج يبث من خلال برامج التواصل الاجتماعي. في الرواية الشريفة عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تسحروا ولو بجرع الماء، ألا صلوات الله على المتسحرين. من الأمور المهمة والمستحبة المؤكدة للصائم الكريم ألا ينسى مسألة السحر والسحور، يعني يكون له نصيب في هذا الوقت من الأدعية الواردة عن أئمتنا صلوات الله عليهم، وكذلك الأعمال الواردة خصوصا في شهر رمضان، وكذلك بالنسبة إلى مسألة السحور ولو بالماء. البعض يقول أنا مثلا ما أشتهي أو ما أريد أكل شيء، ولكن في وقت السحر كما أوصانا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. وقضية مرتبطة هي أيضا في مسألة القوة والتقوي على صيام شهر رمضان. أيضا بالنسبة إلى البعض، يعني البعض عنده الإمكانية أنه ما يتسحر، والبعض لا، إذا ما يتسحر يتأذى. على أي حال رسول الله يقول تسحروا، حتى إذا ما تتسحر بشيء، جرعة مي، اشرب مي. ألا صلوات الله على المتسحرين، لأن في ذلك الوقت الله سبحانه وتعالى له فيوضات خاصة في وقت السحر، فتشمل المتسحرين هذه الفيوضات والصلوات الإلهية. وفي الرواية أيضا عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: السحور بركة. ثم قال صلوات الله عليه: لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة، يعني حتى على تمرة. المهم يقعدون في وقت السحر، إما يشربون الماء أقل ما يفعلونه، أو يأكلون التمر، أو إذا أرادوا أن يتسحروا بسحور آخر فهو مستحب. الأسئلة الواردة لنا بالنسبة إلى الاستفتاءات، إلى برنامج الاستفتاءات، يسأل السائل: بارحة طرحنا مسألة تخصيب النطفة في مع بويضة المرأة. أحد السائلين يسأل، يقول أن امرأتي ضعيفة البنية ولها مشاكل، وكأنه يعني حسب رأي الأطباء والدكتورة أنه لا تتمكن أو لا يكون فيه مشكلة في وضع هذا النطفة المخصبة مع البويضة، إذا وضعوها في رحمها يكون لها مشكلة. فهنا ماذا العمل؟ هل ماذا أعمل وأنا أريد الأطفال؟ الجواب ذكرنا البارحة واليوم سنذكر أيضا، بالنسبة إلى تخصيب نطفة الرجل مع بويضة امرأته، يجوز له أن يأخذ هذه البويضة المخصبة ووضعها في رحم امرأة أخرى، ولكن بشرط أن تكون المرأة الثانية زوجته، يعني أن يعقد عليها. يعني عندما يريدون أن يضعون هذه النطفة المخصبة، هذه النطفة مع البويضة المخصبة، له ولزوجته التي
لا تتمكن ولا تقدر على أن تضعها في رحمها. جاز لهذا الرجل أن يعقد على امرأة أخرى التي يريد أن يستأجر رحمها، فعندما يعقد على تلك المرأة الثانية يضع هذه النطفة المخصبة مع البويضة في رحم تلك المرأة الثانية، فمع العقد يجوز ذلك سواء كان العقد المنقطع أو الدائم. يعني يشترط أنه في وضع النطفة المخصبة يشترط أن تكون في رحم امرأة حلت عليه بالعقد، فهذا القضية جائزة. أما إذا لم تكن تلك المرأة محللة عليه بالعقد فلا يجوز، وقد ذكرنا ذلك. وأيضا من الأسئلة الواردة لنا حول أن تقول أحد الأخوات: أنا أقرأ القرآن عن طريق اليوتيوب، بمعنى أسمع وأقرأ مع القارئ وأعمل في البيت من الطبخ من الأمور المرتبطة بقضايا البيت، ونويت أختم القرآن خلال شهر رمضان بهذه الطريقة، فهل قراءتي مقبولة؟ الجواب: لا إشكال بذلك، وإذا كانت قراءة يعني تقرؤون مع هذا القارئ بشكل صحيح فقراءتكم صحيحة، وإن شاء الله تكون موردا للقبول عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هنالك بعض القضايا المستحبة في قراءة القرآن، من استقبال القبلة، من الجلوس بخشوع، هذا يحتاج واحد شوية يتأنى يعني بمسألة القراءة، التدبر، التوقف عند آية الجنة، التوقف عند آية العذاب، التوقف عند آية النعيم، التدبر في الآيات، هذا مما يستحب وينبغي على القارئ أن ينتبه إلى ذلك. هسه إذا كان في طريقة مثلا إعداد الطعام أو في تنظيف البيت وتستمع لهذا القارئ، هذا لا أشكال فيه وجائز وإن شاء الله تثابون عليه، ولكن هنالك أفضل أن تكون بهذه الطريقة. السؤال الآخر يقول السائل الكريم: شخص اشترى بيتا في مدينة وأسكن عائلته فيه، ولكنه يسكن في بلد آخر حيث عمله هناك، فهل تعتبر المدينة المذكورة وطنا له من حيث أنه يملك فيها دارا وأن عائلته تسكن فيها؟ الجواب: إذا كان من عزمه التوطن في تلك المدينة التي أسكن فيها عائلته وبقي شهرا واحدا باستمرار، عدة المدينة وطنا له، وإلا فلا. من الأسئلة الواردة أيضا تقول السائلة: المرأة الحائض إذا طهرت من الحيض قبل الظهر وهي في سفر وستصل قبل الظهر إلى وطنها، فهل يجب عليها الصوم والتيمم قبله؟ يعني كانت في السفر وهي حائض، وفي صباح ذلك اليوم التي أرادت أن ترجع فيها إلى وطنها طهرت، وعندما تصل إلى بيتها إلى وطنها ستكون طاهرة وبإمكانها أن تغتسل، فهل يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم؟ الجواب: الحيض لو كان في جزء من النهار فهو سبب لبطلان الصوم، ولذلك لا يجب عليها في مفروض السؤال الشيء. يعني ما دام هي صبحت وكانت حائض حتى وإن صار النقاء في وسط النهار فلا يجب عليها الصوم في مفروض السؤال. السؤال الآخر يسأل السائل الكريم: إذا رأيت في شهر رمضان أحد الأشخاص يأكل أو يشرب أو يدخن مع كونه غير مسافر ولا مريض، يعني ما عنده أي عذر شرعي، بل كان معاندا مثلا ومتجاهرا، فهل يجوز لي نهيه
الجواب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مع اجتماع شروطه، كما أسلفنا في بعض الحلقات السابقة أن مسألة الأمر بالمعروف ينبغي أن تكون تتوفر الشروط فيها. فإذا كان توفرت الشروط التي منها من الشروط أن يكون مصرا على التجاهل بهذا المنكر. بس واحد ما يدري ودع يأكل يشرب، مو ما يدري أنه ما لازم يأكل يشرب، هو يدري أنه متفاطر ولكن ما لازم يتجاهر بهذا القضية. واحد ينبه، أما إذا كان مصرا بجهره وبمنكره فيجب يعني مع توفر الشروط أن ينهى عن هذا العمل. من الأسئلة الواردة أيضا، يقول السائل: إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمدا بطل صومه، هل يختص هذا الحكم بشهر رمضان أم يشمل هذا الحكم أيضا قضاؤه وغيرهما من الصيام الواجب والمندوب؟ يعني القضية إذا في شهر رمضان خب مبطل الصوم، زين غير شهر رمضان، في قضاء شهر رمضان مثلا في يوم الذي أريد فيه مثلا أصوم صوما مستحبا، أيضا هذا الحكم يشمله؟ الجواب: هذا الحكم هو لشهر رمضان وقضائه دون غيرهما. يعني إذا يوم من الأيام واحد راد يصوم مثلا، خل نفترض أحد أيام شهر رجب صوم استحبابي وكان مجنبا وبعد الصلاة اغتسل وأراد أن يصوم ذلك اليوم، جاز له لأن الصوم مستحب. أما بالنسبة إلى شهر رمضان وقضاء شهر رمضان، يجب أن يكون عند حلول أذان الفجر أن يكون طاهرا ويكون قد اغتسل من الجنابة. السؤال الآخر، يقول السائل: من لا يتحمل الصوم كبعض الشباب حديثي البلوغ وكذا الفتيات، ماذا يفعلون؟ لضعف البنية، مثل مشاكل عندهم. الجواب: يجب على الوالدين مساعدتهما، يعني يساعدون ابنه بنتهم اللي هستوها صايرة بالغة أتممت 9 من عمرها، وكذلك الولد. للعلم أن علامات البلوغ بالنسبة للذكر 3: إما الاحتلام يعني بمعنى خروج المني منه، وإما انبات الشعر الخشن على العانة يعني تحت السرة يكون، وثالثا إتمام 15 سنة هلالية. فإذا أحد هذه العلامات صارت للولد يكون مكلفا ويجب عليه الصلاة والصيام. أما بالنسبة للبنت فإتمامها 9 سنوات، يعني أتمت 9 من عمرها على التاريخ الهجري ودخولها في 10، فيجب عليها، فيعني تكون مكلفة ويجب عليها الواجبات: الصلاة، الصوم وبقية الأعمال. فبالنسبة إلى هذا الموضوع أنه إذا ما يتحملون لضعفهما، فعلى الوالدين مساعدتهما على الصيام بطعام السحور، يعني شوية تسوي لهم أكل خصوصا بالسحور حتى يتقوون لإتمام الصيام، فإنه مستحب كما أسلفنا في بداية الحلقة، ويعينهم على الصيام، وكذا يستعينون بالنوم والاستراحة. ليش يشغلوهم؟ ليش يجزهم النوم من هناك؟ خلوهم يرتاحون بالبيت في بعض النار. فإن لم يتحملوا مع ذلك، إذا مع كل هذه الأمور اللي سواها أمهم وأبوهم لم يتحملوا الجوع والعطش، فلهم الحق في الإفطار وقضاء ذلك في الشتاء. السؤال الآخر، تقول السائلة: إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية في شهر رمضان، هل تثاب إذا أمسكت عن الطعام حتى وقت الإفطار؟ بالنسبة للمرأة الحائض التي لها العذر الشرعي في عدم الصيام، يجوز لها أن تمسك عن الأكل، يعني بمعنى أنه ذلك اليوم التي هي عليها الدورة الشهرية وما تقدر الصوم للعذر الشرعي، فتمسك عن الطعام ما تأكل، لا يعد هذا صياما. نعم يستحب هذا العمل وتثاب عليه، الله يعطيها ثواب، ولكن لا يسقط عنها قضاء ذلك اليوم
فيما بعد. الجواب نعم جثاب، ولكنه لا يعد صياما ويجب عليه القضاء بعد شهر رمضان. السؤال الآخر يقول: ما حكم مضغ اللبان أو اللبان أثناء فترة الصوم إن كان من غير طعم أو رائحة؟ أكو علج يسموه لبان أو علج بستج الذي يباع في العطارية، هذا شنو حكم إذا الصائم يمضغ يعني يعلج؟ إذا ما يكون عنده رائحة أو عنده طعم أو لم يكن له طعم، فما حكم مضغ هذا العلكة في نهار شهر رمضان؟ الجواب: إن لم تصل ذرات منه إلى الحلق فلا بأس به، يعني فقط مجرد في فضاء الفم، يعني واحد يعلج هذا العلج اللي ما بي ذرات أو ما بي طعم أو ما بي رائحة، يعني ما بي مواد مضافة، ويعلجه داخل فضاء الفم اللي بحيث لا تدخل من هذه العلكة ذرات إلى داخل الحلق. الحلق عندما تقول حاء هذا نهاية الحلق، يعني لا تصل هذه الذرات إلى هناك، فمجرد مضغه داخل فضاء الفم لا إشكال بذلك. السؤال الآخر يقول السائل: إذا سافر المكلف في نهار شهر رمضان قبل الزوال وقطع المسافة الشرعية، ولكنه أفطر قبل أن يسافر جهلا منه بمسألة عدم الجواز أو جواز الإفطار قبل بلوغ حد الترخص، فما حكم صومه؟ يعني هو عازم على السفر على أساس يطلع مثلا ساعة بالتسعة بالعشرة الصبح، فهو قبل اللي يطلع من البيت سواله شاي أو شرب غلاس مي وطلع قال أنا مسافر، فهنا ما حكم صومه؟ الجواب: إذا سافر الصائم قبل الظهر لأنه يختلف السفر قبل الظهر وبعد الظهر، بعد الظهر لا يجوز له الإفطار، أما قبل الظهر وقصد المسافة الشرعية ما يقارب 44 كيلو أو 45 كيلو يفطر عندما يصل إلى حد الترخص. سابقا قلنا أن حد الترخص عندما يصل إلى نهاية جدران المدينة، هذا يسموه حد الترخص، فإذا وصل إلى حد الترخص جاز له الإفطار، أما إذا قبل حد الترخص لا يجوز له الإفطار. فلو أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء، يعني إذا هو ببيته شرب ماي على اعتبار هو يسافر، فهنا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم المسافر ينبغي أن يجتاز حد الترخص، بعد حد الترخص يقدر يشرب ماي، ولا كفارة عليه إن كان جاهلا بالحرمة، يدري أنه المسافر يجوز له الإفطار ولكن لا يعلم أنه حرمة الإفطار في مدينته، فهنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. أما إذا كان عالما بالحرمة وجاهلا بالمفطر وكان مقصرا فالأحوط وجوبا الكفارة أيضا، يعني يقضي ذلك اليوم وعلى الأحوط وجوبا أن يعطي كفارة ذلك العمل الذي أتى به قبل أن يجتاز حد الترخص. السؤال الآخر يقول السائل الكريم: ما حكم حشو الأسنان للصائم؟ هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟ يعني واحد رايح في نهار شهر رمضان ودعي يسوي سنونه يحشيهن، هذا يضر بالصوم؟ الجواب: إذا لم يتسبب في دخول شيء عمدا إلى الحلق فالصيام صحيح، ما دام في فضاء الفم أي شيء يصير في فضاء الفم من المواد المتناثرة من المعقمات من أي شيء من اللعاب أو الدم، فإذا كان في فضاء الفم فلا إشكال بذلك والصوم صحيح. يسأل السائل الكريم يقول: أريد أن أخرج كفارة الصيام، هل يجوز أن أخرج مثلا مع كورونا؟
أو ما يسمى سباكيتي. يعني أني عندي كفارة لازم أطعم 60 مسكينا، إطعامهم أقل شيء أن أعطي 750 غرام مثلا من الطحين، أو أطعمهم بطعام. هسه مثلا هذا الطعام أسوي معكرونة سباكيتي وأقدم لهم وجبة، هل يجوز؟ الجواب يجوز ذلك، لأنه يعتبر طعام، ما دام يعتبر عرفا طعاما فيجوز ذلك. أحبة المشاهدين، ننتقل إلى ولنا مع الثقلين وقفة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تريدون الله يحبكم؟ فاتبعوني يحببكم الله. طيب، كيف تكون المحبة حتى نتعلم ما معنى أصلا هذه الآية الشريفة؟ الجواب عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا. الله يحبك لازم تعرف حق أهل البيت، مو بس مجرد تقول أنا أحبهم أنا من شيعتهم، لا، لازم تعرف حقهم. إني لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من هذه الأمة، اللي يعرف حقهم أرجو له، يعني الإمام دعي يقول أنه نطلب من الله له النجاة. إلا لأحد ثلاثة: 1 صاحب سلطان جائر، واحد لازم ينتبه ليكون عونا للظالم ولا يكون ظالم أصلا، ولا يقول هذا بمسميات وبتسميات حتى وإن كان ممن يدعي التشيع. صاحب سلطان الجائر، هذول ما لهم كل نصيب، لا الله يحبهم ولا أهل البيت. وصاحب هوى، طايش بهواه ولا يعتبر ولا ينتبه. والفاسق المعلن، واحد سك بعض كل بعض يتجرع على الله بالذنوب ولكن بينه وبين الله في الخفاء، هذا الله في الشكل همات يحاسبه. أو أكو واحد يحارب الله بإظهار الفساد ويعلن بفسقه، هذا أهم أيضا. ثم تلا مولانا الصادق صلى الله عليه قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لمن نتبع؟ نتبع أهل البيت. إذا اتبعنا أهل البيت يحببكم الله. في الرواية الشريفة هذه الليلة، ليلة الجمعة وليلة زيارة مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه، الرواية عن مولانا أبو جعفر الباقر يقول: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة. إحنا ما ندري من أهل الجنة من أهل النار، وين مصيرنا؟ هاي الرواية تقول لك شلون تعرف نفسك من أهل الجنة ومن أهل النار. قال أبو جعفر صلوات الله عليه: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا، شوف العلامات، يعرض على قلبه، هذه القضية جوارحية، عرف أنه يحب أهل البيت. ثم ماذا؟ ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين صلوات الله عليه. فمن كان للحسين، سمعوا هاي نقطة هواي مهمة، فمن كان للحسين صلوات الله عليه زوارا، يعني دائما يزوره بكثرة يزوره، عرفناه بالحب لنا أهل البيت، تعرف أنه هذا يحبنا. ومن كان من أهل الجنة، عفوا، وكان من أهل الجنة، يعني عرفنا أنه يحبنا اثنين وكان من أهل الجنة،
ومن لم يكن للحسين زوارا كان ناقص الإيمان. هاي بعد الرواية واضحة وصريحة. نسأل الله أن يجعلنا من زوار قبر الإمام الحسين صلوات الله عليه، خصوصا في هذه الليالي المباركة العظيمة، وأن يعرفنا الله حقه وحق أهل بيته الأئمة المعصومين، وأن يجعلنا وإياكم في رعاية مولانا صاحب العصر والزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.